الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم في هذه اللقاءات التي نجريها معكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن. أيها السادة الكرام، حديثنا في هذا اليوم نتحدث عن الجانب العلمي التعليمي حول ما تقوم به مكاتب وزارة التربية والتعليم هنا في عدن، وهنا أيها السادة بالتحديد في مديرية المنصورة، حيث تم تدشين المرحلة الرابعة لبوابة عدن الإلكترونية التعليمية، والتي بدأت هذه البوابة عام 2019 وبالتحديد في 26 من شهر مارس. اليوم يتم يعني بمعنى تدشين المرحلة الرابعة، ثلاث مراحل سابقة مرت، اليوم المرحلة الرابعة هي عن طريق الراسم وبتقنيات حديثة حقيقة متطورة، وذلك لتزويد هؤلاء الطلاب بالعلم والمعرفة. أيضا فبدون العلم والمعرفة لا يمكن أن يتطور الوطن، وكما أسلفنا الذكر التقييم هذه التجربة وتطويرها إلى الأفضل باعتبارها أنها التجربة الأولى الرائدة في العاصمة عدن. وأيضا برنامج متكامل للمقررات الدراسية في جميع المدارس الحكومية، الهدف الأساس والأسمى من هذه التجربة الرائدة العلمية التربوية هو ماذا؟ هو بما أن الهدف الرئيسي مع انتشار جائحة كورونا تم إنشاء هذه البوابة الإلكترونية، وذلك لاستقطاب العديد والعديد من الطلاب والاستفادة من خلال ما يتم تزويدهم من المعلومات بنخبة متميزة من كادر تربوي تعليمي يتم إعطائهم الدروس مباشرة عن طريق الإنترنت، وباعتبار أن الإنترنت هو البوابة المطورة نحو العالم، هذه الإنترنت يدخل في كل منزل، أي بمعنى أن الطالب بإمكانه أن يتصفح مباشرة لهذه القناة اليوتيوب عن طريق اليوتيوب، هي بوابة عدن الإلكترونية التعليمية، من خلالها يتم إعطاء جميع المقررات الدراسية من قبل جميع النخبة من أساتذة متميزين هنا في العاصمة عدن، سواء كان في مديرية المنصورة أو غيرها من المديريات. ونحن في هذا المجمع التربوي، مجمع خديجة التربوي المتميز الذي من خلاله تم إنشاء هذه البوابة، بوابة عدن الإلكترونية، وذلك في عام 2019 للميلاد، ثلاث سنوات من عمر هذه البوابة، إلا أنها تتطور أكثر فأكثر بتقنيات عالية ومتطورة وتزويد الطلاب بالعلم والمعرفة والمعلومات من قبل كما أسلفنا الذكر نخبة متميزة من كادر تربوي تعليمي، وبإشراف مباشر من قبل محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وكذلك أيضا من قبل مدير عام مديرية المنصورة الأستاذ أحمد علي الداودي، وإضافة إلى مكتب وزارة التربية والتعليم للدكتور الرقيبي، وأيضا بإشراف أيضا من قبل مكتب التربية والتعليم هنا في مديرية المنصورة الأستاذ علي علوي وغيرهم المشرفين على هذه البوابة الإلكترونية. وأيضا لا ننسى الداعم الحقيقي لهذه البوابة الإلكترونية وبدعم مالي لرجل الخير والعطاء الداعم والراعي لهذه البوابة، بوابة عدن الإلكترونية، الشيخ علي عبيد الصلاحي. إذا في يعني بمعنى بمختصر مفيد نقول بأن هذه البوابة وصل عدد المشاهدة فيها إلى العديد، إلى مئات الآلاف حقيقة، بل ملايين المشاهدين من جميع المحافظات، من جميع أيضا الدول العربية والعالم أجمع يدخلون في هذه عن طريق الإنترنت لبوابة عدن الإلكترونية التعليمية. لكل طالب يحق له ماذا؟ يحق له أن يتصفح هذه البوابة، وأيضا فيها جميع الدروس والمقررات الدراسية لجميع المراحل الدراسية، سواء كان للمستوى الثالث ثانوي أو الثاني ثانوي أو المستوى الأول وغيرها من المستويات الدراسية. إذا في نهاية هذا الحديث نقول بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان، فمزيدا من النجاحات، مزيدا أيضا من الرقي في العلم، وأيضا عام عن عام تتطور أكثر فأكثر التقنيات الحديثة. فهذه المرحلة الرابعة التي تم من خلالها وضع الراسم هي يعني خطوة جيدة حقيقة نحو تطوير العلم أكثر فأكثر. لن نطيل عليكم أيها السادة الكرام، فتعالوا بنا وإياكم نتابع مجريات هذه اللقاءات الميدانية التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية، وبالتحديد في هذا المجمع التربوي، مجمع خ...
خديجة والموجود في مديرية المنصورة، فتعالوا بنا نتابع هذه اللقاءات. معنا الشيخ الداعم والراعي الأستاذ الشيخ علي عبيدة الصلاحي للبوابة الإلكترونية التعليمية، ماذا عن هذه باعتباركم أنتم الداعمين لهذه البوابة؟ تقييمكم لهذه البوابة التي تعد الأولى من نوعها في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى بجهود المدراء والمعلمين عليه، وتوصلنا إلى هذه المرحلة الرابعة إن شاء الله. قد رحنا أكثر من 400 درس الذي هي موجودة. بدأت 2019 الحمد لله 3 سنين. هو الصعب نتيجة النت ونتيجة الكهرباء، ولا الحمد لله الآن الأمور طيبة، وإن شاء الله يعني بنواصل إلى المرحلة حتى الأساسية فيها، وفي حتى برنامج الآن معنا بالمرحلة الثانية الخامسة بيكون فيها الصم والبكم، حتى في بتكون دروس لهم موجودين بنعدها الآن. بس عاد احنا بنمشين يعني على الكهرباء وعلى يعني ما بنقدر نسجل بعض الأوقات إلا على الماطور يعني، وإن شاء الله الأمور طيبة. هو كله في إقبال الحمد لله. الآن أكثر من 152 ألف مشاهد. كل يوم يطلع 500 ألف مشاهد كل يوم يوميا، والمشتركين أكثر من 4200. استقطبها، ما هي المدارس؟ المدارس اللي يعني هو كلها في عدن، حتى عدن كامل، وحتى من برا، من مصر، من أمريكا، من السعودية والإمارات. المتفرجين معنا من برا، المتابعين أكثر من 43 ألف. هذا اليوم برعكم معنا يطلع بالتليفون كل شيء. خطوة ممتازة بالفعل. لا ما شاء الله، وفي متصلين من مصر اللي هم مشاركين، وبالذات في المواد الرياضية معنا الأساتذة فظيعين، اللهم لا الحمد ولهم الشكر يعني، ونعم نقدر عليه والباقي على الله. هو صح معنا الضعف في النت، ما يعني هو اللي يأخر علينا الدروس، ولا الأمور طيبة إن شاء الله والحمد لله. إن شاء الله الأمور كل ما ياتي عام يتطور اكثر، اول افضل واحسن. لا الحمد لله، حتى الان بندخل على المواد يعني العلمي، الان بنخلصها تقريبا، باقي لغة ولا خلصناها في الاربع، في ثالث وثاني واول وتاسع. يعني هي نظري وتطبيقي كمان. نظري وتطبيقي كلها يعني كلها وفي الان عاد الحاجه المليحه الشاشه حقت الرياضيات. هذا الذي هي الاول مره تطبق هنا عندنا في عدن حتى، وفي اليمن ما بعرف شيء، هي الشاشه يعني خاصه بمات الرياضيات. هذه الان دي شنطه 6 ساعات الراسبه، هذه عادها اليوم دي سجلنا فيها كلنا. نعم، اليوم تم تدشينها، تشتين حقها اليوم. وهذه مش تاك الذي فتحها المحافظ، لا هاتك ثانية. هذه شاشه جديده على حقي، منها هذه خاص مات الرياضيات. يعني ان شاء الله الامور طيبه والحمد لله، وتكاتف الناس كلها معنا، يعني تتطور اكثر فاكثر، وان شاء الله العوام القادمه تكون اكثر اكثر واكثر، وحتى نقدر نسيها حتى في التلفزيون الان بدل اللي قارح. الان الحمد لله كل الدروس موجوده، العلمي والذي اهم شيء معنا صوت صورة، وفي بالبيل باور كلها يعني الحمد لله. كم عدد الدروس الذي تم يعني الدروس كامل؟ 436 درس بكل مادة. المواد العلمية حوالي 200، ثالث ثانوي استكملناها، وثاني ثانوي أكثر من 150، وأول 100، وتاسع هكذا يعني. لا الحمد لله الأمور طيبة تماما، يعتبر أرشيف كامل ذا، ما له يعني مجهود سهل يعني، شغله مع المخرجين مع المصورين يعني امور ماشيه. ايضا الكادر التعليمي، الكادر المعلم بالاول ما شاء الله عليهم، ما قصروا والله يحفظهم يعني. بالاول كانوا يعني كذا، لكن لما شافوها نجحت الان الحمد لله. كل ايضا يدعمكم انتم الدعم السخي اللامحدود. نعم الحمد لله، اللي نقدر عليه نسويه والباقي على الله. هو اهم شيء التعليم، نجحنا بالتعليم بنجح، ما نجحنا لا ندور حاجه الا بالتعليم. نعم، ولا يمكن ان يتطور اي بلد الا بالتعليم، نهائيا الا بالتعليم. بالتعليم والحمد لله والف شكر. على ايضا الاستاذ علي علوي مدير عام مكتب التربيه والتعليم في مديريه المنصوره. استاذ علي مرحبا بك اولا عبر قناه عدن الفضائيه. استاذ علي، انتم تفتتحون البوابه التعليميه الالكترونيه، هي المرحله الرابعه، ما تقييمكم لهذا النموذج الذي يعد الاول في نوعه من نوعه في العاصمه عدن؟ اولا اهلا وسهلا بقناه عدن لزيارتها اليوم لمديريه المنصوره، مجمع خديجه، القاعه التي فيها بوابه عدن التعليميه، وهي حسب ما قلنا قاعتين موجوده في مديريه المنصوره، قاعه في مجمع خديجه التعليمي، والقاعه الاخرى في ثانويه عدن النموذجيه لبوابه عدن التعليميه. هذه البوابه تخدم ابنائنا وبناتنا الطلاب، وهي كانت معالجه
الوضع الذي كنا فيه بنقص المعلمين ونقص الكتاب المدرسي، اضطرينا إلى إقامة هذه البوابة التعليمية لوصول العلم والمعرفة، وصول المادة الدراسية بيسر وسهولة إلى كل أبنائنا وبناتنا الطلاب، سواء في مديرية المنصورة أو على مستوى المحافظة أو حتى خارج محافظة عدن. مشاهدين أيضا معنا الأستاذ نبيل عبد المجيد رئيس شعبة التعليم في مكتب وزارة التربية والتعليم. أستاذ نبيل، تقييمكم لهذه التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها في عدن، البوابة الإلكترونية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نشكر كل القائمين على هذه التجربة، ونشكر صاحب الفكرة والمول وكل من حضر اليوم كذلك لدعم هذه التجربة. التجربة هذه فعلا بتغطي لنا جزء كبير، خاصة في ظل وجود جائحة كورونا، ونحن قد شفنا العالم كله كيف يتعامل مع الجانب الانترنت ومع الجانب التكنولوجي، ونحن بدورنا لابد أن نعزز مثل هذا العمل، ونحاول أن نعد دروس ذات مستوى عالي نرسلها للطلاب عبر المواقع وعبر الانترنت، وهذه تجربة إن شاء الله بنطورها في الأيام. معنا الأستاذ حسين البقير مدير التنمية بلقيس. تجربتكم هذه تعتبر التجربة النادرة الأولى تعتبر من نوعها في العاصمة عدن، ما تقييمكم لهذه التجربة البوابة الإلكترونية؟ صراحة يعني هذه تجربة رائعة، وحتى وإن كانت يعني هي نحن نعتبرها بذرة، نتمنى أن كل المدارس كل المديريات يكون يحذو نفس الحد، لأنه زي ما نعرف أنه الأوضاع في محافظة عدن الجانب التعليمي مش مستقر، فهذه بتكون مرجع مهم ورائع للطالبات في حالة توقف الدراسة، في حالة يعني حصول أي مشاكل إضرابات الطالبات تعتبر هذه البوابة لها مرجع تعليمي رائع، تستطيع أن تأخذ دروسها وكأنها حضرت الدوام المدرسي من غير. مدرس مادة الرياضيات في مجمع خديجة بالتخويلد. أستاذ ياسر، تقييمكم لهذه التجربة التي تعد نادرة؟ طبعا هذه تجربة رائعة جدا، وخاصة مع جائحة كورونا أعطت مردود كبير لطلاب وطالبات مديريات المنصورة، ولم يقتصر على مديرية المنصورة فحسب، وإنما على مستوى محافظة عدن والمحافظات الأخرى، وأيضا على مستوى دول عربية أخرى، فوجدنا مشاهدات غير عادية وتجاوب من الطلاب ورسائل شكر وتقدير لما رأوه من هذه التجربة الرائعة الفريدة، ونتمنى أن تستمر بل وأن تتطور أكثر. الأستاذ إيمان موسى مديرة مجمع خديجة التربوي التعليمي، تقييمكم لهذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في عدن ألا وهي البوابة الإلكترونية، تقييمكم لهذه التجربة؟ هي تجربة رائدة طبعا في مجال التربية والتعليم، وكنا بحاجة لها طبعا خلال 3 سنوات بذلنا فيها جهد برعاية الشيخ علي عبيد الصلاحي، وفر كافة الإمكانيات الخاصة بهذه البوابة بإشراف أيضا توجيه ممثل بالأستاذ محمد عقلان ومدراء مدارس ومعلمي المديريات بشكل عام. كان مجمع خديجة له الفخر والاعتزاز أنه هو الحاضن لهذه الفكرة وتطبيقها في بدايتها الأولى، مرت مراحل 3 تقريبا أو 4 مرحلة، هذه هي مرحلة الاستوديو التعليمي أولا، ثم موضوع التدريب أو إعطاء دروس بتقنياتها الجديدة عبر الباير بوينت، ثم فيما بعد السبورة الضوئية، واليوم كان الراسم الذي طبعا كانت فكرة الأستاذة مريم سالم من مجمع خديجة بتخويلد معلمة رياضيات، هدفها أو الهدف منه تطوير تقنيات حديثة ووسائل حديثة للتعليم عن بعد للطلاب، خاصة في ظل الظروف الصعبة هذه اللي مر بها البلاد، سواء كان ظروف الحرب أو ظروف الجائحة اللي الآن اجتاحت العالم ويعاني منها اليمن من ضمن هذه البلدان، فكان هذه الفكرة مفيدة لطلابنا يستفيدوا منها بكل المراحل، وتنمو تطويرها إن شاء الله مستقبلا، وما زالت خطوات تقنية تطوير الكادر التعليمي اللي يؤديها مستمرة من جميع المدارس. بس أول ما بدأت في مجمع خديجة أولا معلميها، ومدرسة ثانوية عدن النموذجية معلماتهم طبعا، ثم فيما بعد بدأت تدخل المديريات الأخرى ضمن هذه المجموعة.
وإن شاء الله إحنا دائما في تطوير مستمر بوسائل وتقنيات لهذه البوابة حتى يستفيد منها طلابنا وأكبر قدر من طلابنا سواء كان في عدن أو خارج. العقيد الشيخ سالم الجهوري، تقييمكم لهذه التجربة التي تعتبر تجربة نادرة حقيقة في عدن؟ والله هذه وفرت علينا كثير يعني، وخصوصا انها اتت يعني مع جائحة كورونا، فابنائنا الطلاب عوضوا النقص واغلاق المدارس واستفادوا يعني، يدرسوا ويتعلموا مادة وهم بالبيوت يعني. هذه خطوة طيبة وان شاء الله تلحقها خطوات اخرى اجمل وافضل. معنا الأستاذ أحمد علي الداودي مدير عام مديرية المنصورة. أستاذ أحمد، نحن نتحدث حول هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في العاصمة عدن، تقييمكم لهذه التجربة الرائدة، التجربة التعليمية عبر النت، تجربة الرقمية، ماذا عندك؟ نشكر الأخوة القائمين على البوابة التعليمية، والبوابة التعليمية هي أول بوابة يعني داخل محافظة عدن أو المحافظات المحررة، وهذه يعني تقدم خدمة توصيل معلومات للطلاب عن بعد نتيجة يعني وجود يعني جائحة حتى كورونا، ويعني نشكر كل من ساهم يعني بهذا العمل وإنتاجه وإخراجه وتوصيله يعني عبر اليوتيوب لجميع الطلاب. تتطور هذه أكثر بإذن الله نحن يعني سنكون عونا لهم، ويعني البوابة يعني تحصل على أقبال يعني بشكل يومي بشكل مستمر، وهناك في تزايد يعني من الطلاب بمتابعة الدروس عبر اليوتيوب. نعم، تعتبر المرحلة الرابعة، أنتم يعني شاهدتموها في المراحل السابقة؟ نعم يعني كنا موجودين في المرحلة الثالثة، ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق. الله يرحمهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام في كل مكان نصل إليكم إلى ختام هذه اللقاءات الميدانية التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية، والتي تحدثنا وتناولنا فيه الحديث حول بوابة عدن الإلكترونية وما تهدف إليه هذه البوابة، وذلك لتطوير التعليم القطاع التعليمي أكثر فأكثر، وذلك ليواكب البلدان العربية والعالم أجمع، وذلك من خلال التقنيات الحديثة التي يتم إدخالها عن طريق هذه البوابة الإلكترونية التعليمية بوابة عدن، وذلك بنخبة متميزة من كادر تعليمي مؤهل تأهيلا عاليا يعطون كل ما لديهم من الدروس التي تعطى لدى الطالب، والطالب بإمكانه أن يدخل مباشرة لهذه البوابة عن طريق الإنترنت. لن نطيل عليكم أيها السادة الكرام، نشكركم على حسن الصغي والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة أكثر، نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات تهم المواطن تهم أيضا الطالب في المراحل الدراسية للتعليم للصحة وغيرها من المواضيع التي نناقشها لكم ونجريها عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية. في الختام أشكر لكم حسن الصغي والمتابعة، في أمان الله.